نطلعكم ونسليكم بالبسمة نحل لياليكم بالزوايا والخبايا رح نكشف كل القضايا وأحلى منه ما بيصير الضيف اللي معنا حلو كتير. شو وصلنا يا ضابط الرئيس؟ ايه وصلنا. تفضل تفضل تفضل. هون بيته؟ ايه هون بيته. ايه معلوم؟ متأكد؟ ولو بيته مثل بيتي ما هو مثل خيي. لشو انت ما بتعرف وين بيته؟ انا اسألني عن صغرتها الزاوية بعرف لك اياها زاوية زاوية بس هون ضيع شوي بصراحة. ايه لا لا ولا يهمك. على كل حال انا برأيي ما حدا غيره هو اللي بيعطينا البوينتاج ايه العدد الكافي المزبوط. انا مش موافق على اللي انت عم بتقوله بس هو معي. هلأ منشوف اذا هو معك ولا انا بغير له رأيه. ليش انت شاكك انه انا اكون معي 70 صوت والجنرال صاحبك معه 40؟ ايه ايه شاكك فيها. ايه قديش بتقول يعني انت البوينتاج؟ لا اقل اقل بكتير. قديش يعني؟ إيه يعني هلأ ما حنيش رح يحكي عن زيتيت وعكرين. انت انت يعني من حقك تحكي. طيب. بس انا بقول لا العكس. إيه. الله منشوف هو شو بيقول. ايه هلا هو شو بيقول. ايه هو صوت بتعرف يمكن يكون صوت مرجح. لذلك هو شو بيقول نحن بنمشي. انا ما عندي مشكلة. بالزمانات جدة فرقت معه على صوت. إيه. يمكن هلا ما هيتفرق على صوت. تاريخ بعيد نفسه. يلا خلنا ندق الباب. يلا. هلا وسهلا. يا ابو ياسر اهلا عمرك. سلم بك يا هلا. اشتقنا لك. يا اهلا يا هلا يا هلا ابو جسم صديقي. اشتقت اليك فعلمني. اهلا وسهلا. هلا اشتقت حبيبي حبيبي. شكرا شكرا يا ابو جسم. طيب اللي معنا حلو كتير. اهلا بربك. يا هلا يا هلا يا هلا. كيفك يا ابو جاسم؟ شرف شرف شرف. طول عمرك يا ابو جاسم. عيني. جينا مع عضلة الرئيس للفرزلة حقيقة. ايه ايه. لنشوف شو بدنا نعمل بثمانية اذار وهالتصدع اللي صار بثمانية اذار. انا قلت له ما فيش غيرك انت بتقدر تضبط الموضوع وهو انعمة. بس اول شيء بدي اتشكرك لان رشحتني لرئاسة الجمهورية. كتر خيرك. رشحتني لان ثمانية اذار اصلي مش طيواني. الاصلي بضاين اكتر يعني. ايش رايك؟ هو هيك انت بطبيعتك اصلي من اساسك اصلي وبالتالي اي شيء بينعمل لك بينعمل هو من موقع الاصلي. يعني شو قصدك يعني جنرال عون مش اصلي؟ هديت هلا هو قال عنه تايواني وماك. الدكتور جعجع قال عنه تايواني. انا قال عنه تايواني. انا بدك اذا حليفه الاساسي هو سمير جعجع وقال عنه هيك. هلا صار حليفه الاساسي؟ لكن كل عمره هيك. ان شاء الله مقسم حرب التحرير والالغاء هي يعني كانت هيك. عم قتلوا بعضه. ما كانت صوره هيك. كان عم يمزح. كان عم يمزحوا. عم يمزحوا؟ ايه انا 2000 قتيل راحوا. يا عمي بخلش منطقة المسيحية كلها دمري. إما ها هي ها هو ها بالمازحة هلا بلش الجهد. طب أبو جسيم يا طيب أنا عم بتقول أنت أنه هذا التحالف بين الجنرال عون والدكتور جعجع هو زواج الضرورة. طيب اللي كان بين الجنرال عون وحزب الله التحالف إيش كان يعني زواج متعة؟ يعني ما ضروري يكون متعة. وإنما زواج مدني يعني؟ مدني كواي بس بأبرص. أبرص؟ بس هني عملوها بمار مخيل إني ورقة التحالف. ما هي مار مخيل لأنه منطقة كاثوليك ومارني هناك. زواج مدني هني. ماروني زواج ماروني. طب برأيك إنه أنت عم تقول بآخر مقابلة لك إنه 8 أدار ما عنده مشروع سياسي إنه مزبوط؟ مشان هيك إنه عنده مرجعين كتار. طب لا 8 أدار ما بتجتمع يا أخي وبتاخذ قراره. ايه وبنقوا جنرال عون. ايش بيمنع؟ وقت بتأسست 8 اذار ما سمعنا غير مره واحده عند الاستاذ نبيه بري بمجلس النواب. مره واحده. مره. ولا ما في برنامج اصلا سياسي. في هناك نوع من التعاطف حول قضيه واحده هي انه الولاء لسوريا بعد 8 اذار هي كيف نشأت 8 اذار. بالموقف وسحب حاله الكلام هذا
من هو هامل، يعني أصمت 8 أدار عن 14 أدار، مين مع سوريا مين ضد سوريا في ذلك الوقت. لذلك كان عبد ميشيل عون، جنرال ميشيل عون ب 14 ما كان. نعم. الجنرال عون اللي بتحبه كان ب 14. ايه بس انه غلط انه صار معنا بالخط الوطني. من هو الجنرال عون؟ بدك نرجع يعني نكشه؟ لا بالعكس. لكن بالعكس زلمة عنده مواقفه. نحن بنعتز بوجوده معنا بالخط اللي موالي لسوريا وللمقاومة طبعا، ولكن بالرئاسة الجمهورية لها حساباتها الثانية. شو حساباتها؟ في أنا بالنسبة لي، بالنسبة لي يعني الخط الوطني والقومي أوضح عند سليمان بعد. أبرني ربك. وبالتالي يعني في عندك 6 سنوات الجايين. طيب عيب. 6 سنوات الجايين. طيب. إعادة لقاءات مع سوريا ومع ايه؟ والتحالف طبعا مع إيران. طيب والجنرال هودي ما بيعملون يعني برأيك؟ ما لي بيعملهم، ولكن ساعتها ضمن زواج الضرورة يعني بيعملهم. طيب. ميشيل عون إذا أجي رئيس جمهورية. طيب. بالضرورة. شايف كيف؟ أما بالولاء وبالقناعة عند سليمان بايك الأمور واضحة. بهالعمر بعد في جواز يا أبو جزيم يعني بلاقيها موجودة. يا دكتور رئيس الله يسامحك يا أخي، أنا قلت له يا أخي إذا نحن بلان بي بالنسبة لإله نحن بنمشي فيه بلان آه. بس إذا نحن مش بلان بي لإله لا، نحن عم نسمع هلا على الأ بلس. لا بدي اقول لك شغله يعني اذا بالنسبه للجنرال ا بلس بي او كاري مش ا دو بلس دو زابي بلس بي دو يعني صار بي مشكله يعني. انا دخت فيها انا ادبي انا ادب يعني مش ساينتيفيك يعني ادبي عم بفهمها. ايه نحن فهمنا اياها. نحن عاملين ماتيماتيك يعني بمدرسه الحكمه. ايه طبعا. فهمنا اياها يا اخي كيف. طب لحظه، ما نحن يا ابو جاسم بلس بي وكاري ادو بلس بي دو بلس دو زابي هيك لازم تطلع معه، مش بتطلع معه ادو بلس توا زابي بلس بي تروا. لا يا خي ابي ولا بلس دو ولا ما تكون تهشلوا الزلمه انتوا اياه، انتوا اخترعتوا ما تكونوا تظهروا جنرال عون من الاصطفاف تبعنا ومركز القوه يا اخي. ليش لايك هيك بده يصير؟ بضل يزعل الجنرال عون بضل بالقلب ما بيصير يعني. هو بعبد رئيس جمهورية وجنرال بالقلب. ايوه بالقلب ضل كل شيء لحاله بيقبلك. كل شيء لحاله هيك يعني. طب يا ابو جاسم، واللي بيخسر انه في فرق كثير يعني بعد كثير بين الجنرال وبين سليمان بايك. لا بيكون غلطان. ما نحن مش انه بس انه يعني كنا كلتنا مع بعضنا. طيب. في خط بيجمعنا بس انت غمزت انه هذا التقارب اللي صار بين الجنرال عون والدكتور جعجع الامريكان لهم يد فيه. مظبوط يعني هيك في هيك شيء يعني مش بس الامريكان يعني شايف كيف. هو دخل حتى خربط كل المعادلة هاي. بس بتعرف ايش عم يقولوا عنك بالسوشيال ميديا جماعة القوات؟ عم بيقولوا انه كلام انصو كلام فالصو. هيك عم يقولوا عنك. هيك عم تهجموا عليك. ما يا جبل ما يتذكريه انا شو اول مرة بيحكوا عنك. ما بدك انا ما فينا نقطع عنا. طيب عندي سؤال يا ابو جاسم. ايه تفضل. انه حضرتك عم بتقول هلا انه انت بترشح سليمان بايك فرنجيه على رئاسه الجمهوريه، يعني انت رح تنتخبه اذا تمت الانتخابات. والله راس. طيب عال، بس اذا اجوا الاخوان السوريين وقالوا لك يا ابو جاسم بدنا ننتخب الجنرال عون، شو بتعمل بهالحاله؟ بكون مرتبين. اذا كان الجنرال عون معناته ما بيكون الا الجنرال عون، ما بيفيد ما 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 بينزلوا ضد بعضهم ساعتها. ما بينزلوا اثنين ضد بعض. لا ما نحن هم مكملين لبعضهم بالنسبه لنا يعني شايف كيف. يعني 14 ادار والدكتور جعجع نقلوا المعركه بين 8 و8. صحيح. وهي شو بتعتبرها شطاره ولا شو؟ والله بعتبرها شطاره، ولكن بنفس الوقت في ديمقراطيه بهالبلد شايف كيف، وبالتالي هلا نحن حلف المستقبل بموضوع سليمان بايك. يعني حد قادر يعمل بكره وزاره بدون مستقبل؟ ايه كمان لا. ما المستقبل إلنا. طب برايك
طيب برأيك متفق الشيخ سعد الحريري مع سليمان بايك؟ سليمان بايك متفقين انه انت رئيس والشيخ سعد هو رئيس حكومي؟ كيف لك يعني شو يعني رايحين جايين على باريس هيك على الطفشان يعني؟ شو رأيك بو جيسي؟ كله منيح. هلا انه المهم مين بده يجي عن السنة، هو يعني الحريري ولا غير الحريري، بس انه الطائفة السنية عندما تتمثل الى جانب سليمان بايك معناته هاي ضمان كبير للاستقرار الوطني في لبنان. والرئيس بري ما جبت سيرته؟ ثابت الرئيس بري؟ ايه ثابت، ما بيغير هيك. لا ثابت انه بيجي حدا محله ولا؟ لا لا معنا ثابت محله، ما حد بيقدر يغبر علي. طيب اذا كان رئيس حكومي من المستقبل، يا الشيخ سعد الحريري يا السنيورة، مين بتنقي؟ طبعا سعد الحريري بيضل افضل من السنيورة. ليش؟ لانه يعني بعده بيحكي له كم كلمه سعد حريري هيك حلوين ومرتبين وصادق شوي. سنيورة بدك هي طلع هي تيدك بالحق. ابو جاسم بالبونتاج انه بتشوف انا معي 70 صوت مظبوط مثل ما قلت، والجنرال عون معه 40 ولا 40 كم صوت مظبوط؟ اذا ما كانوا صاروا شي 72 والله على كتره رايح الامور على كتره. حلفائك القوميه كمان بنفس التوجه مثلك يا ابو جاسم؟ لحديث هلا يعني اللي بسمعوا منهم ايه، ولكن هلا بكره كمان بالوقت وقت الحج ما بعرف. شايف كيف؟ وقت الحظ ايش يعني؟ يعني النظام مروان مروان مجرد مجرد اما اسعد حرزي ما نظام. طيب انا بس مش فاهمين شغلي بعد، مش واضحه الامور يعني بالنسبه للاخوان السوريين والتوجه يعني، اولك محتارين يعني ضايعين عم تسالوا مش عارفين. ما انت اقرب لهم. لك شو قصتك يا عمي؟ وعم بسمعك بفتك يا سليمان بايك بقول هذا مش ليل برزلة يا سليمان بايك. ما انا مش نايب هلا، انا مش نايب بس اسم الله عطول عطواصل انت وياهم يعني. مش نايب هلا، ما ليش صوت بالبرنامج. لا بس تكون انت معهم يعني ابو جاسم ما بدك. لا مضبوط عم يحكي. من امبارح كنت على التلفزيون الاخبارية شو نسينا؟ لا ما نسينا شو فتحت له ما اسم الله عليك مثل ما بقول لك حكيت اللي بدك تحكيه. ليش عم تسال عن موقف السوري؟ اساله عن موقف حزب الله يا اخي. انا صرت اخذ اخبار منك من على التلفزيون بعد الاخباريه. ايه طيب بس انت مع هيدا كله انا عم احكي، بس ما فيش انتخب حضرتك، انت اللي بتنتخب وانت اللي بتقلب الميازين كلها مش انا. لا 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 شو الاعلان شو بفيد؟ انا صوت يعني او صوتين يعني ما انا مشكله. لا هيك لا بس ال هي يمكن توقف على صوت الخبرية مش مثل ما حسبت سليمان بايك 70 و40 يمكن تفرق على صوت واحد. أنا معروف وين جد طلع بصوت واحد بالزمانات فريت معه صوت واحد عنا مشكلة. يمكن يكون الصوت المرجح. ليش لا؟ ليش لا؟ يعني ما أنا مغيرين. أنا بدي إياك معليش هالجنرال عون هالشخص يلي وقف معنا بجيبها كاملة خاصة بحرب 2006 حرب تبوز. طب ليش هالزلمي ما بدناش نوقف حده بوقت انه هلا عايزنا؟ واللي رح يوقف حدك بالانتخابات الجاية كمان ما رح يتركك. مش وقف معنا بحرب تموز ورح يقف معك بالانتخابات الجاية. ايه طيب عيب عشان انت رح تقتل حالك كرمال هيك. مش رح بقتل حالي، انا بقتل حالي لخدمة الوطن. انا ليش عم تفوت معها ولو يا سليمان بايك هيك عم تحكي؟ يعني انت ما في شيء عديلك. احنا بنعرف بعضنا. طب موقف حزب الله يا ابو جاسم يا خي، حزب الله يا خي مع مين بهالمعموعه؟ ما عم نعرف يا اخي انه الجنرال عام تحالف مع حزب الله ضد الدكتور جعجع. الدكتور جعجع رشح ميشيل عون. المستقبل ضد حزب الله رشحك رشحني. مش معروف المواطن ما عم يعرف مين مع مين. انا بلاقي انه حزب الله السؤال مغلوط، لازم تعرف مين مع حزب الله مش انه حزب الله مع مين. شرح لي اياها كلنا مع حزب شرح الله شرح لي اياها. شايف كيف كلنا مع حزب الله. سليمان بايك انت مع طبعا مع حزب الله. انا ما بطعنهم ضد وانا مع حزب الله. طيب عيل
الجنرال عام دولة الرئيس انا ما حزب الله ما حزب الله والجنرال عام والجنرال عام ما حزب الله وحزب الله ما حزب الله هلا صحيح كمان منيحة هاي منيحة بس ما فهمت كيف بس عم بيقول الرئيس بري انه ما بيقدر حزب الله مثل ما بده الدكتور جعجع يحط الفرد براسه وراس العالم لحتى ينتخبوا ميشيل عون. بس حبيت لما رد على الدكتور جعجع، الدكتور جعجع حط على تويتر ما بعرف اذا انت ناشط على تويتر منك ناشط يمكن على اي اساس انه 8 اذار رشحت الجنرال عون، رد عليه رئيس بري قال له على نفس الاسس اللي رشحت 14 اذار الدكتور جعجع. يعني هاي الحكي على الالفاظ، اللعب على الالفاظ، لعب على الكلام ما بتتاخذ كثير، ولكن صار في وضوح في الرؤية والاصطفاف اللي اذا صارت ب8 شهر جلسة بعتقد، وكانوا صادقين بالنزول، يعني في اكثر من 86 مجلس نواب، يعني اكثر من الثلثين، بعتقد الغلبه بتكون بس عم بيقولوا هلا انه اكثريه المسيحيه مع الجنرال عون، هيدي حجتهم هلا بين جبران باسيل. هلا انت جبران باسيل عم برد علي وقول انه الاكثريه معهم. ايه في منطق جديد هيدي دخل على البلد، هو انه المسيحيه، من هو اقوى في المسيحيه؟ يعني مين هو اقوى للبنان؟ يعني نحن ما لنا صوت، يعني والله معلمين وبنعرف نحكي وصرنا مناح، يعني كل الناس يعني فيها خير وبركة. لا أنا 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 أنتم معليش عم تاخذوني توافق على الكلام اللي طبعا أبو جاسم هو على الراس والعين، إنه الرئيس لازم يكون أقوى لبنانيا، مش هام، مش مارونيا المسيحية، مش هون الموضوع. أنا مش شايف أقوى من الجنرال ميشيل عون بهالمرحلة. يا سليمان بيك، أنت بيجي وقت من الأوقات بتقدر تكون رئيس، وأنت شرف لتكون رئيس بي لا للبنانيين، انت تيج راس اللبنانيين، تيج راسنا. بس انه اذا العماد ميشيل عون هلا ما كان رئيس، ما كمان العمر له حق، ما بدنا هيدا الزلمه نقول انه نعطيه الرئاسي بعد 12 سنه، هيدا امر لا يجوز. نحكي الوقايع مثل ما هي، حطها على الطاوله يا ابو جاسم. هيدا الامر شو بدنا نعمل فيه؟ يعني بعدك عم ضيف اورانج مع بنا معي عندك شيء عم بيستاش؟ في بيستاش بس يا حبيبي انت ما رح تغير العادي هاي. شو هيك بدك تضل تمسح جوخ كتير هيك؟ يعني تلعب هاي يعني تعال هون ليش عم بتقول هاي؟ انا بدي الكل يربحوا كل يربحوا كيف اجا مين بالدوري يا ابو جسم؟ هاي بال 400 ما صارت بس 400 كله بيربح معنا. هاي بصير عندنا هونيك فاوة كله بيضمن 14 وبيربح. طيب يابا هلا هاي يعني وصلنا مثل ما بيقولوا للب الموضوع، انه هل انه الازمه في لبنان هي ازمه مسيحيين واسلام، يعني ومن هو اقوى بالمسيحيه ومن هو اقوى بالسنه ومن هو اقوى بالشيعه، وهالناس هاي العادية اللي ناضلت واللي قاتلت الديمقراطيين والأحزاب البعثي والقومي والناصري والشيوعي كذا، هاو ما أي محل بهالعقل هاي الصيغة. نحن عم نحاول الصيغة عم نحاول المحل لا مع جنرال عون. شو بده يلغي الناس؟ شو محل ما حدا بيلغي حدا. لك قدمنا مشروع النسبية ما كان حدا يوافق عليه، بدي الارثوذكسي حضرته. انا بدي الارثوذكسي. ما هي هاي مساط. لا ما بعد مساط. ساط يومتها بالمجلس النواب. إيه؟ وكان انا المشروع مقدمه انا. إيه؟ ورا الارثوذكسي. ورا الارثوذكسي. طيب. دع على الطاولة يومتها استاذ نبيه وما عاد كمل الاجتماع، ولحديت هلا صرنا سنة ونص ناطرين انه يعود يرجع لنا المشروع القانون مكتوب. قانون نسبية. قانون نسبية. أنت بتشوف النسبية هي الحل للانتخابات اللي ما في غيرها، حل للأزمة اللبنانية وللصيغة اللبنانية اللي صارت مهلهلة. أوف. لكن
نسبيه على 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 الدوائر يعني دوائر صغرى ولا انا الدائره الكبرى دون القيد الطائفي. الدائره الكبرى طبعا لبنان كلياتنا يا اخي لبنانيه ولا لا؟ ايه طبعا طبعا إن طبعا نفس الحقوق ونفس الواجبات طبعا طبعا ما في شك. الصيغه القديمه شو عملت لنا؟ حرب 58 و75 اللي بدك اياه، شايف صح كيف؟ صح. وبعد بنعمل 100 طائف وما نوصل لنتيجه، لانه اساسه كل قانون الانتخابات عم يكون على اساس طائف. بس يا مجسم هلا يمكن انه الحياد الايجابي اللي كان يحكي فيه الشيخ بيير واللي انت كنت ضده رجعنا عليه هلا بسياسه جبران باسيل وسياسه الدوله لك بالتصويت بالجامعه العربيه بالوزراء الخارجيه العرب كلنا ما عم نقدر نصوت بيجي، يعني هذا حياد ايجابي. هيدا حياد ايجابي. هيدا حياد الضروره. هلا حياد الضروره لحتى يعني انت يعني مع اللي تصرفوا جبران باسيل كان لازم بالاساس يطلع من الجلسه ما بهيك اجتماعات ما تتم. يعني لبنان الحالي، لبنان الحالي نعم هو عم يشتغل كل اموره بالضروره. مجلس النواب نعم، مجلس الوزراء نعم، وبالسياسه الخارجيه والحياد. شو طلع لنا دغدغ من هذه الحياد اللي صار مع سوريا؟ وين سوريا؟ وين نحن؟ وين الازمه السوريه؟ هذه كل الوقت نحن ندق عليها ان هذا نحن ب ب ب ما بدنا نتقاتل مع حدا او والنار حوالينا بدنا تطلنا ما في شك، مساروا ونزلوا علينا وبقلبنا وموجودين في كل محل. نعم بجرود موجودين. طب يا ابو جاسم هلا مثلا الشيعة عاملين ثنائيه وناجحه هيك عم بيقولوا المسيحيه. هلا انا ضدها، انا اكيد ضدها. بين حزب الله وحركه امل اذا عملوا ثنائيه المسيحيه بين الجنرالان والقوات يمكن يصيروا اقوى. انت بتوافق على الموضوع؟ انا بالاساس انا ضده. انت بتوافق على التهديد؟ انا ماني وافق اساسا على هذا المنطق. المنطق شيعة ثنائيه وثلاثيه شيعة. عم نسمع هلا عن مكون الشيعة، مكون السني، مكون الدرزي. انا في عندي دستور. شو صار عن فتوش؟ عندي دستور، في عندي اتفاق الطائف اللي هو هالمشيئة الوطنية طلعت من اتفاق الطائف، يا بنتبعها يا اما لا. يا بنجي بنعمل هذا المشروع اللي طالع من مجلس من الطائف، الغاء الطائفيه السياسيه، يعني مشروع لجنه العليا الغاء الطائفيه السياسيه، يا اما لا. يعني نبلش بشيء اسمه الغاء الطائفيه السياسيه، يعني تغيير هذه الصيغه في لبنان. ايه بس اجى اجتماع الدوحه غير عدل كمان التعديل الاضافي. ما هو كلياته هذا عم يصير هلا ضروره ضد مش بس الضروره ضد حتى اتفاق الطائف. اتفاق الطائف وين كان؟ يعني هو هلا من هو الاخر مع طائفان. انت بعدك مؤمن باتفاق الطائف؟ يعني انت مؤمن فيه؟ ما تطبق حتى قلعوا يعني يقيموا تنشوف اذا منيح او مش منيح. طبعا ما تطبق. طيب هلا عم يحكوا مثلا عم يحكوا بالمثلثة، يعني بالمثلثة مش بالثنائية المسيحية اللي انت شو رأيك فيها؟ هيدي جيدة ولا كمان كله غلط؟ هيدي كمان تفكير خطأ. هي تهيئة لحرب طائفية بالبلد الجديد. يعني اف ابدا كل شيء بده ينقام هلا على اساس طائفي ومذهبي. شايف كيف؟ معناته عم تنزل لتحت. طيب يا ابو جاسم توزيع السلطات برايك بالنسبيه كيف بتتوزع بشكل يرضي كل الناس؟ ما فهمني. شوف اليوم امبارح قديش صار الموقفين مشان ثلاثه بمجلس مزبوط العسكري تعيينات. صح طيب تعيينات. عايش مختلفين، يعني انه واحد انه اقدم واحسن ما في قيم ما في. اما وقت اللي بتنسحب انه حسب الكفاءه وبس ونقطه على السطر ما بنعطل البلد كذا سنه. طب بركي كفاءه طلعوا من ميلي وحده ويطلعوا شمسة. من اللبنانيين ها شو من جايين؟ يعني بس بصير في ناس حق من ناس شو جايين من سريلانكا يعني؟ اخي تبع عيل بس ما توزعت الادوار يا ابو جاسم. لا 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 كل هذا كل ما يبنى على باطل فهو باطل. هذا اللي عم يبني هذه الحاكي ده على اساس طائفيه عم يجينا نحن مجلس وزراء طائفي وانتخابات نيابية طائفية، وبالتالي نرجع على قانون الستين
ما في عنا شيء لحد هلا عملناه بعد الحروبات من سنة 58 وال 75 واتفاق الطائف شيء مثل ما يقولوا وطني عام وشامل. يعني أنت قصدك تقول ما في مشكلة إذا إجا سليمان بيك فرنجية رئيس جمهورية أو ميشيل عون أو أنا الأرثوذكسي أو أنت الشيعي رئيس جمهورية؟ شو القصة؟ نحن ما لبنانيين يعني دم أزرق ونحن ما بلى لا شو أنا لكن أنا بدي أمر رئيس جمهورية بلحق شو لا يعني تنتخبني إلا إذا نزلت أنا بتنتخبني إذا ترشحت لك مش بس إنه إذا ترشحت المهم تنزل شعب يعني صورة انتخابات من الشعب ايه؟ مش أنا مثل يعني أمريكا في مجلس رئاسي لك ما اللي جنرال عون قال هيك ما حد يوافقه مين هو؟ قالوا خلوا الشعب ينتخب ما حد يوافقه شو عم يردوا عليه الزلمة مين ما رد عليه؟ بالعكس هاي الشغلة الوحيدة اللي قالها منيحة هاي الوحيدة؟ لك إنه يعني أو بيك مش منيح إنه هلا هو بلش يحكي على أساس النسبية وتخلى عن الأرثوذكسية بعدين رجع في خربطة بس بالتالي إنه النسبية تبلش فيها لازم تنتهي بالنسبية. ورئاسة الجمهورية إذا صار في انتخاب هلا بتنحل بخمس دقايق. خمس دقايق. يأخذوا هلا يغيروا القانون بمجلس النواب إنه انتخاب رئيس الجمهورية مش على أساسها والطوائف والمذاهب والكتل أي كتل بلوط الجبل. لا بيضل في عندك لا شيء على سنك بيصير في عندك لبنانيين. لبنانيين. بينتخب الشعب اللبناني بينتخب رئيسه. ونقطة على السطر يعني أبو جاسم أنت بتشوف إنه هالأقطاب الأربعة يمكن ما يجي حدا منهم حتماً معقولي صاحبك جان عبيد؟ هلأ ما عم يحكي جان عبيد هلأ إذا بالانتخابات ال عم يحكي الانتخابات الطائفية تخمين يجي جان عبيد إذا إذا ما إذا ضل يعطلوا هلأ عليك وعلى على على ميشيل عون بالنزول إلى مجلس النواب أنا ناجد بدي انزل حتى مين ما كان هلا مروان شربيل بمقابله قال معنى انه لازم الاربعه يتفقوا يا على واحد منهم يا على واحد براتهم بس لازم ليه؟ يتفقوا الاربعه اتفقوا لانه هن كزعماء شو رايك وين الديمقراطيه بهذا الموضوع هذا الكلام ما هن ان زعماء اكبر حل بس ما بيمشي ممكن ما يمشي اما ما بيمشي هذا الحل لانه كل واحد عنده مشروعه وكل واحد عنده تطلعاته طيب وكل واحد له تاريخه وكل واحد كيف بدنا نمشي الامور البلد بلا رئيس جمهوريه صار لنا اكثر من سنه ونص اكلتنا الزباله يا عم الزباله بالطرق كيف بدنا نتقدم لو موقت شي طريق هلا بثمان الشهر يتفضلوا كل اللبنانيين ينزلوا ومين ما يطلع يطلع وصل له الحكي بلكي ما نزلوا لصاحبك ما نزلوا يدبروا على واحد غيره هلا الجنرال عون مش رح ينزل اذا سليمان بايك بقي مصر على النزله شو بدنا ننزل ننشر غسيلاتنا تحت بالمجلس النيابي اذا نحن بالنسبه له بلان بي نحن بننزل بنمشي في بلان ا اذا نحن بالنسبه له مش بلان بي اذا في بلان سي ود و او والالفابيتيك كلها لا ما بدك تسمحنا بالموضوع دخت انا بدي اقول لك دخت إذا هو لازم تدوخ أنت أنا هولي أقول لأن إذا ما دوخت كيف بتضل تخربط علينا شو يا ضلت الرئيس من تسهل هيدا الموضوع عم شربك بالنسبة لثمانية أدار هيدا ثمانية أدار صعب تمشي بمرشح ونشوف بكرة سيد حسن شو بده يحكي بكره انا بقول يعني اذا مشى بالجنرال عون انت بتغير رايك هلا هو ماشي لحد هلا مش العون انت ما بكره في كلام مفصلي بده يكون على الطريقه الفرنسيه بوان ريبير نقطه الرجوع اليها نعم الرجوع هي كلمه السيد حسن بكره السيد حسن النقطه بتحدد المسارات وانت برايك وجاسم برايك هيك بيني وبينك وبيني إنه السيد حسن وحزب الله ما بيمون على 8 أدار يقول لهم يا جماعة بدنا نمشي بالجنرال ميشيل عون برأيك ما بيمون إذا بدو إذا بدو ضمن حكي بده يكون في كمان حكي بين حركة أمل بين السيد نبيل والسيد حسن هاي بداية إذا ما إذا ضل هذا في فرقة وفي فرقة كيف يعني في تقييم مختلف حول ميشيل عون حول ميشيل عون إيه؟ بهذا الموضوع إذا اتفقوا معناته بيصور في حكي آخر بيصور في حكي بعدين مع
وليد بايك شو وضعه؟ وليد بايك شو وضعه بهالحالة؟ سليمان بايك ها؟ وليد بايك يعني بينطر الكلمة ولا بشوف كيف بتميل؟ ولا شو؟ هلا دور هلا عم بيقول انه هوري حلو دور وليد بايك القديم اللي كان هو بيت الأنبيان انتهت. ايه هلا هو صار بيضة وحدة. هيك صار. طيب طيب عيل يعني مين بده مين ناطر الكلمة من حدا ولا هو بده يقرر؟ يعني إذا اتفق الأستاذ نبيه والسيد حسن يمشي معهم؟ معطيات اللي بتبقى والأنتين تبع وليد بايك تختلف كليا عن كل شيء اللي عم نحكي عنه. في عنده أجندة أو في عنده معلومات أو بيستعملها بالوقت اللازم حسب الأنترنت الكبير اللي أبعد من لبنان وأبعد من فرنسا وإنجلترا وتوصل لأمريكا. شايف كيف؟ بدك تشوف هاي كلها تنحسب غير كواكب يمكن تعديش. ايه بالسعودية كمان قديش بده يكون في داخل وطالع بهيد الموضوع. هلا هو مشي بسليمان بايك لما الشيخ سعد رشح مشي ليش عط رجال اجت على قصة مشي العون لا هوري حلو طيب ليه؟ لانه ما بده يختلف عن المسيحية. اذا معنيته منو على رأي واحد لسه مش صوت الطبخة ما استويت سنة ونص عم بيستبوه ما استوي اخترزوا البصل حتى جميل. طيب شو؟ لا بتنتظروا هلا ما بده يفوت بمواجهة مع المسيحية ضد الرئيس مشان هيك اختلفنا يا سليمان بايك مشان هيك رجع على الحلو. انا عتلين هم معك. الشعب عتلين هم لبنان انا هو معك لبنان اول مرة سنة ونص بلا رئيس ما صارت شبعت هو ليش؟ لانه كانوا كل المراهنات انه بسوي هالست اشهر وهالشهرين بيروح بشار الأسد محل الألقاب كذا إلى هنالك هن الأقوى طيب ب14 أو اللي حديت 14 اللي هن وليد جملار. طيب عيل هلأ لحديت هلأ عم تتغير هلأ أنا خدها مني 14 كلون وافقوا على 8 تخمين قبل 3 أشهر 4 أشهر متى لحد نحسن بسورية لصالح النظام مش بس النظام لكن الدولة السورية من دولة جهة السورية. والروس وحزب الله وإيران ونحن محور الممانعة محور الممانعة الكبير وحتى معنا سليمان بايك يعني وجنرال كمان عون جنرال عون خلينا بساعتها بيكون منيح 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 بس مش مش سليمان بايك يعني نحن بتقاتلني مع سليمان بايك خطوط الأمامية نحن أمامية ولا جستة 70 صوت A plus B plus C plus D. طبعا. تخت. لك انت بتدوخ بلد انت بتدوخ الله ما بيدوخ. ليش بلش ايش بلش وكاريرزم. طيب برأيك ابو جاسم انه الروس بتدخلون بسوريا سرعوا الحل خلصوا الحل ولا لا غطسوهم بمعنى مثل ايام افغانستان راحوا غرقوا بشيء ما بتخلص شو قولك ثلاث اشهر بنقعد وبنحكي من اول جديد كله بده ينتهي هناك الله يسمع منك يا ابو جاسم ونحن يعني برايك وهذا بينعكس ايجابي علينا هون نعم وبصرف عن رئيس الجمهوري يعني المعارضه هلا بدها تروح على جنيف المعارضه واللي عم يلتقوا ويتحاوروا هيدي الها طعمه ولا ما الها طعمه؟ هل الها طعمه اذا ضل هاو العسكريين يعني التنظيمات العسكريه من المعارضه ضلوا برات الاطار واللي متمسكه فيها السعوديه وتركيا شايف كيف؟ هلا بلشت يعني بلش الامريكاني يتخلى من عن دعمه لهذه المعارضه شايف كيف؟ لانه ما قدر يلبيها لطموحات ما قدر يلبي لهم طموحات الامريكاني والتركي والسعودي والقطري في ضرب الوضع في سوريا. بيشيلوا ايده منه. شايف كيف؟ هلا بده يتراجع الامريكان كمان الامريكان عنده مصالحه وبدنا نقول لك مبروك للاتفاق النووي الايراني شغله كثير مهمه قديش طلع لك منه يا ابو جازيم انا طلع لي منه الموقف مش طلع لك شيء كاش لا كاش ما صرت ما في كاش ما في كاش هيك لا يعني ليش يا اخي مش محسوب انت نحن ما تعودنا ناخذ على الكاش من هون طب يبعثوا لك اورانيوم مخصب
بتبيعوا؟ انا مع الماء الثقيل. لا يطول عمرك، انا بدي ارجع اتشكرك لان دعمتني، ونحن حقيقه ان شاء الله هذا الموضوع الملف الرئاسي بنخلص منه، لان ما بيجوز هذا الشغور اللي موجود هلا، ويصير عندنا رئيس يعني حقيقه، ونمشي حقيقه نمشي، نحن 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 جاهزين حقيقه. يعني انا بالنسبه لي يعني قصه دعمنا والعلاقه اللي بيننا وبين بيتكم من ايام جدك والوالد الله يرحمه معي شخصيا لها في تاريخ، وبالتالي هذا التاريخ ما بنسي، يعني هذا التاريخ ما بنسيه. اثنين، هذا التاريخ حتى مع بيت حافظ الاسد وبيت الاسد ومع حزب البعث في سوريا والدولة السورية كمان ما بنسي. أنا هذا هو التاريخ وهذه هي الجغرافيا. شيء بالشيء يذكر، أنا بالزمانات بحرب تشرين بتلفل لي الرئيس حافظ أسد الله يرحمه الساعة 11 نهار الجمعة، بيقول لي عاصم تعال، طلعنا لفوق عشان شوفي أمور سيدنا، قال بدك تنزل لعند سليمان بايك رئيس جمهورية يعني كان يوم تحجز لنا من عند جميل جميل بالدورة كل الكاز يعني الكيروسين. قلت له نعم ليه؟ اللي بتروح تقول له هيك انت، لأنه بكرة عندنا حرب الساعة 2 مع إسرائيل. أف أف أف. هذه الثقة اللي موجودة بين بيت فرنجية وبين الأسد يا عمي ما حدا عم يفهمها. وبالتالي قديش عميقة بالوضع الوطني والقومي، وما حدا عم يفهمنا ليش نحن منأيد سليمان بايك، لأنه سليلة هذا الخط وهذه الثقة اللي معطيها اللي بيعطيها حافظ أسد للسليمان الجد بعدها مستمرة هون مع الأبن والأبن. شايف كيف؟ وما حدا يحكي غير هيك. يعني أنه تعتبرها منتهية إذا المنافسة بين سليمان بايك والجنرال عوني بتعتبرها منتهية. هلا فما مثل ما بدك أنت، وأنت بتعرف كيف تقلب الأمور يعني وتدور الزوايا. يعني جنرال عون بده يزعل هلا. لا بدك ليش بده يزعل؟ لأنه هيك سمير جعجع بده، هيك سمير جعجع قال له أنا رح رشحك لفرجيك إنه حلفائك ما بدهم إياك، بقى روح اتخانق أنت وياه هون، نحن عم ننفذ اللي بده اياه سمير جعجع. صرنا انتم يا جماعه عم تحكوا غير اللي انا عم احكيه. انا ماني ضد اي شيء عم تقولوا يا ابو جاسم يا سليمان بايك، بس هالشيء هذا ما بيمنع انه يضل في الواحد مرات عواطفه بمحل، ويعني مثل ما يقولوا اثنين اخوه مرات بتنقي واحد منهم. نحن بالنسبه يعني مش عدونا ميشيل عام، شو هالحكي ده؟ ميشيل حليفنا وبالتالي داعم وقايم الى ما هنالك. بس سليمان مثل ما يقولوا سليمان ابلس نحن الابلس. لا ما في شك وابلس بي اوكاري اتقال ادو بلس دي زابي بلس بي دو شتا مش تطلع مع الجنرال عون ادو بلس تروا زابي بلس بي تروا. لا فهموا هيك يا عضلة الرئيس. يلا بنستأذن ايدوا لي اياهم على ورقة بكرة. لا نحن ليش بتضل مخربطة معك؟ عودي الأبي أنا مستحيل بتضل مخربطة معك، لأنه إذا صحت معك بتعمل فيه مثل ما عملت يوم اللي رحنا مع بعضنا على عند بيت المقداد وأخذنا بالخاطر. خبرني شو صار قبل ما نمشي؟ نسيتها أنا هيدي. خبرني 96 خبر 96 كنا مرشحين بنفس الليستة محافظة الباع كلها. مظبوط. بقى دولة الرئيس نبيه بري كان عنده هيك زيارة بمقنة، وقلت له أنا إلي بايك روح لنأخذ بخاطر قاطع الطريق عن بيت المقداد أبوه لرفيقنا علي المقداد. فنحن فتنا هيك لقينا في صفصافة مسيحية، قلت له بتعرف ايش سموها مسيحية؟ قال لي لا. قلت له هاي سيدنا عيسى المسيح وقت المرع من تحتها، هاي كانت صفصافة واقفة انحني التواضع واحتراما واجلالا لسيدنا عيسى المسيح. صح. طلع فيها هيك قال لي هاي طبعا لازم العكس كمان يصح. قلت له كيف؟ قال لي ما دام انت مرقت من تحت لازم توقف. ما
الله عليك يا بطل رئيس، عندك خفة البديعة. اسم الله عليك. جرسنا بالرئاسة مش ضابطة معك. قول يا دكتور رئيس. طيب يلا ضابطة معي. خربولنا تخربولنا الصف هلا. شو بنروح عند محمد رعد بنشوف شو نافو. يلا روح. يلا نروح. قلنا الله. قصينا شيء يا أبو جزير. بدنا سلام العين يكون. خليلا. هالولاد وسلمنا على جاسم ويا ريت السياسيين. خليلي اياك. روح الرياضة. خليلي اياك يا روح رياضية مثل جاسم. سلمنا على كثير هالبطل. يلا يعطيك العافية. ايه وحسين كمان. ايه تفضل دكتور رئيس. يلا. شوف شو بدنا نعمل مع الجنرال هلا. نحن الليلة بهالسهرة الحلوة بهالمقابلة الحلوة بدنا نتشكر أبو جاسم عاصم أنصو على استقباله لنا. يعني أنت بترجعوا بيتكم بالأساس، يعني ما في حواجز بيني وبينكم، خاصة تتنيناتكم يعني. الله يخليك. معود عليكم ومهضومين وعم تعطى يعني شغلة حلوة اللي عم تقدموها للناس، يعني بهالرحابة وبهالمحبة وبهالسلاسة في الدفع. تفاجأت بزيارة سليمان بيك ودكتور رئيس الفرزلي؟ ايه انا يعني ما تفاجأت. اثنيناتهم ما اجوا لهون لحالهم الزمنات. اجوا الطيواني. ولا حتى الطيواني يعني حتى مشان ما اجوا لعنا اصلا. بتعملوا دورتهم مشان الكتلة الوحيدة اللي ما زاروها كتلتنا. شو السبب برأيك؟ ما بعرف. عارفين نتيجة سلف؟ لا تخمين، لأنه عرفوا إنه إحنا مع سليمان بايك. ما بعرف. بس ما بيمنع يجوا يقنعوكم العكس. ما عم شوفهم طول النهار أنيهم بالبعد. معنا لكن المشكلة أنا بالأو تي في أنا أول واحد اشترى 100 إيراط منهم. أسهم. بألف أسهم 100 سهم بألف دولار لحد يتسلم عطوني يوم. من يوم التأسيس لذلك أنا ضده. مشان هيك. لا كتروا ولا نقصوا راحوا. كل ما بطالب فيه من عباس هاشم، اعتبر عباس هاشم المصاري شايف كيف، بيقول لي بيفتح الله. طب يعني أبو جاسم إنه بالسياسة ما في شيء ثابت، في مصلحة ثابتة، هيك بنفهم منك؟ هلا اذا القصه عقائديه بيننا وبين سليمان بايك يعني والمردة بشكل عام، في ثقافه الى حد ما متشابهه بالفهم القومي والطروحات الوطنيه بيننا وبينه. قد نختلف شوي على قصص الانتخابات النسبية إلى ما هنالك، ولكن بالنهاية قبلانين هن بالنسبية. أما بالنسبة لميشيل عون لحديث هلأ يعني بتشوف أنه طول النهار وقت بدهم يحكوا عن الوجود السوري، الاحتلال السوري والوصاية طيب عم خلصنا لك يا عمي، طيب خلصنا، طيب ما انتو حلفانا، طيب طول النهار لحيننا على الباب لوين. شو طيب حتى بالمفردات يعني بتلاقون انه بدكم تعيشوا دائما على امجاد الغلط اللي صار ايام السورية، طيب ما خلصنا منها هاي. هلا بدكم انتو تطلوا على العالم وعلى سوريا وعلى حلفاء سوريا، لك اخر شيء احتراما لنا يعني نحن البعثية اللي نحن النظام السوري الدولة السورية هي 8 أذار عملتها يعني مش إنه يعني ثورة حزب البعث سنة 63 نحترمونا شوي بالهلي بالشوية تلاقيها بيقول لك لا إنه هاي كانت إنه كانت ليش عم ترددوها دائما يعني الجر دائما على نفس الموضوع دق 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 دق. طب أبو جاسم هلأ يعني هالفترة الطويلة اللي عصرتها من تاريخ لبنان وكنت جزء أساسي منها، برأيك نحن هلأ بمطرح منيح حسب هالتجارب كلها اللي مرقنا فيها من سلم
ازدهار وحرب و... نحن وين هلا؟ لوين رايحين؟ رايحين على الهاوي. اذا ما صار في نظام انتخابي نسبي كحل للأزمة والصيغة اللبنانية، حل مش انه اقتراح من عنا، حل هو حتى تتساوي الحقوق والواجبات قدام كل المواطنين اللبنانيين، وننسي شيء اسمه شيعي وسنة وماروني وإلى منا، ويجي ساعتها يا أخي رئيس الوزارة ورئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب. بالنسبة لي إذا كان ماروني شو القصة يعني؟ الثلاثة يجوا معنا إذا هن لبنانيين، وإنه هن عم يأمنوا لي حقوقي وحقوق أولادي والمجتمع تبعي. يعني بتطالب بالعلمني يعني؟ لك مش بس بالعلمني، إنه نحن هلا إذا دخلك إذا عملت نظام صحي، قدمنا أنا وقت كنت وزير عمل، قدمت المشروع بتوجيهات من يومتها من كمان يعني من رئيس الجمهورية لحود، قانون الشيخوخ، عملنا نظام ولا أحلى من هاي للشيخوخ، ومش يوصل على آخر. هلأ بشوفه راح لك يا عم هيدي لمين هيدي؟ إنه لأنه عملوا لحود أو عايم لحود أو عايم عاصم أنصار يعني البعثي ولا لحود، ما بيمشي بعد كل 10 سنين كل 5 سنين بيعيدوا نفس التكرار. ليش؟ لأنه المواطنية، نحن صرنا مختلفين عن المواطنية في لبنان، ولائك لهذا الوطن. لحديت هلا 3/4 أعضاء مجلس النواب تقريبا ما بيعرفوا النشيد اللبناني، إذا هلا عريت عليهم النشيد اللبناني ما بيعرفون أي بطل أنت بتنو. بس أي أنت بطل. أنت أمين قطري كنت للحزب البعث. نعم. إيه. وهنا عم تحكي بمنطق مختلف كليا. ليه؟ ليه شو؟ ليك أنا حافظ أسد كلمة حلوة. اللي ما بيقدر يكون قومي، اللي بيقدر يكون قومي جيد بده يكون وطني جيد. أنا وطني لبنان. مش الشام وطني، أنا ابن بعلبك. ما بقدر كون عربي قومي، يعني بدي واحد الأمة العربية إذا ما كنت أنا وطني لبناني جيد. شايف كيف؟ إذا أنا ماني جيد كيف بدي واحد الأمة العربية؟ كيف بدي حرر فلسطين؟ هذا الشعور اللي عندي. أنا بدي، أنا مع المقاومة بدي أقاتل، وقاومت وقاتلت وفت وعملنا مثل ما يقولوا قوات البعث، وعملنا عمليات 11 عملية استشهادية. شايف كيف؟ بال85 86 87. ليش؟ إيماننا نحن القومي هو أساس صحيح، ولكن أنا بضل أني ابن بعلبك. إذا ماني قادر أمن له لقمة العيش الصحيحة والطبابة الصحيحة، قدرت أمنتها أنا بسوريا وقت اللي استلمت الحكم. طبابة ببلاش، والتعليم ببلاش، ودعم الريف الخبز ببلاش. طيب يعني كل شيء عملناه نحن كبعثيين حققنا للشعب اللي موجود بسوريا. أما هلا بتمنى من كل قلبي إنه شيء هذه التجربة لخدمة الشعب اللي عملناها بسوريا تنتقل على لبنان. شو القصة يعني؟ شو؟ طب هذه نجحت بسوريا؟ لكن طب كيف وصلنا لحرب أهلية؟ الحرب أي حرب أهلية؟ هذا الكلام الغلط. هذا الكلام هو الكلام. ما فيش حرب أهلية. وين حرب؟ في حرب عالمية دولية على سوريا لضرب هذا النظام. ضربوا بالعراق، قدروا نجحوا بالعراق، ضربوا بليبيا، ضربوا الجيش الليبي، ضربوا الجيش العراقي، وضربوا كل القوة، وهلا عم يضربوا اليمن. شايف كيف؟ ضرب الجيش. هذه القوة اللي كانت موجودة حوالى سوريا، حوالى إسرائيل أو حوالى فلسطين، شايف كيف؟ اللي تهدد خطر مطلوب حسب اتفاق، يعني حسب مقولة كونداليسا رايس، الفوضى الخلاقة والربيع اللي طلع انه بنو ربيع، كلها لتدمير القوة الموجودة في هذه الأمة العربية لصالح إسرائيل. مين اللي ربحان هلا؟ إسرائيل. من كل ما يجري هلا في المنطقة انت ربحت شيء؟ تدمير الشيء اللي عملناه حتى بسوريا. ما بقى فيه هلا ضربوا الجامعات، ضربوا المستشفيات، ضربوا الآثار، الحضارة، ضربوا الحضارة كلها. شو معناته؟ معناته مش قصة انه ما في حرب أهلية، في حرب
82 دولة عم شاركة بالحرب بسوريا. 82 دولة ما عادت ضد سوريا بالذات، شايف كيف؟ لأنه تمثل سوريا قلب العروب النابض، شايف كيف؟ وقتها هناك يعني، وطلعت أنه الجيش العربي السوري جيش عقائدي، لو منه جيش عقائدي بيؤمن بالوحدة والحرية والاشتراكية ما بيصمد حبيبي، كان فرط من زمان، كان فرط من زمان. وبالتالي كنت راحت سوريا وراحت لبنان، طبعا بيروح بالعرة مع هذا الإرهاب اللي هاجم علينا. هلا هي آخر الوراء اللي عم تلعبها كونداليسا رايس، بمعنى تاني الإدارة الأمريكية واليهود والصهيونية العالمية، أهن نحن هلا بآخر المراحل. أقول لك هالثلاث أشهر إذا تغلبنا على، وإن شاء الله رح نتغلب يعني على الإرهاب بسوريا، من دمرناه ورجع سوريا، أقل شيء بعد 10 سنين بتعود إعادة بناء ما دمر، بس بالبناء والمؤسسات. أما قلب الدولة ظل هو لا بالإعلام حدا سقط هونيك يعني، ولا بالدبلوماسية ولا سفير ولا أنصل سقط. ما يعني كم واحد من الضباط اللي بالجيش هاب اللي مليونين وثلاثة مليون دولار قبضوا يعني إشي 20-30 واحد منهم، وبعدين باي باي حلوة هالقاد. الجيش متماسك وأكتريتهم للسنة مش من العلويين، وبيقول لك إنه علوية، العلوية ما يمشط بالمية خمس يعني بالجيش بينما القوة الأساسية من السنة. ليش؟ نحن ما نؤمن بهذا الموضوع. في التركماني موجود بالجيش، وفي الكردي موجود بالجيش، وفي كل الشرائح الاجتماعية، في السوري يعني، في الشعب السوري هو هلا عم يدافع عن 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 بلده هلا، ضد هذا الإرهاب، ضد التدخل التركي، ضد التدخل السعودي. إذا بحكي لك شو في ضباط هلا معتقلين من السعودية تخمين بشعر راسك بيب، تاج في ضباط قطريين كمان، ضباط عقدة وعمدة انلقطوا واللي قتلوا. يعني عندي معلومات كثيرة شيام ليام حتى منجبكم صبره. أبو جاسم، جاسم ما راح السياسة، راح على الرياضة، ابنك الكبير شو أنت ما شجعته ولا هو ما حب يفوت بالسياسة؟ أنا ما بدي أكثر من هاي. طب مين أنا ربيته تربية، مين بيورته؟ أنا أبدا ربيته تربية عربية لبنانية لا طائفية لا مذهبية. هل بدي شو؟ بدي أنه يكون مواطن صالح بضمن المفاهيم اللي أنا اقتنعتها. إيه صح. أما مضوري يعمل لي هلا يحمل لي راية البعث وينزل، حر هو ساعتها، شايف كيف؟ لايك والعمل السياسي بهد العقائد هو خيار. لا عم شوف توريث سياسي كتير هلا، كل ما في توريث، هو بيوتات سياسية. أنا بالعقيدة ما حد بيورد شيء. إذا أنا بالعقيدة يا ما عندك سهر مثلا، ما عندك سهر تورته سياسي؟ عندي سهر مات اللي اخذ اختي دلها شيوعي، بس كانوا بعد كلهم كانوا بعشية بعلبك، بعد صاروا اللي راح شيوعي اللي عملهم. بس انه نحن بال 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 بالفورماسيون تبع العائلة تبعتنا كلتنا بعشية، ما فيها لنا غير يعني اولاد اخوتي كلياتهم بعشية. وجاسي مش انه بعيد عنا يعني، شايف كيف؟ ولكن الباقي كلياتهم مسؤولين بالشعب الحزبية والفرق الحزبية، وكلياتهم خلصوا دراساتهم برومانيا. طب بدي اسألك كمان على الفترة اللي قضيتها بمدرسة الحكمة، الفترة الحلوة اللي على طول بتستشهد فيها بتقول هذه أجمل فترة بحياتك. ايه مزبوط. قديش عندك حنين لها؟ لأ اليوم يعني على طول بتحكي بتستشهد انه هالفترة اللي كنا عنا انتماء للمؤسسة، هلأ كلهم مدرسين ولا طوائفون. شو أنا خبرنا شوي عنا؟ أقول لك كلمة إنه مثلاً إنه كنا على نفس الطاولة مثل ما يقولوا، بنفس الصف، اللواء إبراهيم شاهين اللي بالجيش، سامي الشدياء ابن خالد العقيد العميد ومات من فترة قريبة، ابن خالد ولا كمين شمعون.
اللي اشتغل مع اسرائيل وراح مرته يهوديه وتجوز بال 69 وراح لهونيك يعني قاعد بنتانيا. غسان الاشعر ابن اسد الاشعر القومي السوري وانا الباسي وانطوان الاشعر الله يرحمه هذه اللي رشحني على رأس الجمهورية مع وليد جملاط بالزمنات في 89 قامت الدنيا قعدت علينا على وليد وعلي وعلى مروان حمادي رشحني على رأس الجمهورية يومتها ضد مقايل الضهر قامت الدنيا من عبد العليم قدام رشحتوا انتم من حسابكم عزاؤكم مش ما في دعم ما في شيء كنا وفاء مع وليد نحن كنا مثل الأخوة مع وليد يعني هودي زملائك كانوا والرئيس بري كمان بري كان أوتصاف مني شايف كيف بس انه معنى انا كنت يعني الشبيح مثل ما يقولون رياضي ومدعوم من الكوري سعد الله يرحمه طرزان طرزان مسؤول الرياضة طب ليش بتقولوا له بونا طرزان اللقب هو الغريب هو اللقب انا جيت على الحكمة لقيته طرزان ورأت الأب يعني الله يرحمه وهو من منطقة بسوس يعني كان خوري رعيتنا بالدادون بالدادون صحيح ايه يعني بس قديش أثر فيك تربية المارونية إذا بدي أقول بالحكمة أبدا ما شعرت فيها ولا يوم الأيام إلا بمحبة شو إلى ارتداد هيدا سلبي أو إيجابي جوزيف الهاشم كان معنا يعني الكتائب كانوا غيث خوري أعطيك مثلا غيث خوري أخوه لا 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 نائب خوري شو اسمه مهل خوري مها مع خوري أسعد ايوه هذه قتلوا سمير جعجع كانوا مع بعض بالأحداث لقط ابن أخته 13 سنة هون على بالمطار لقطوا الفلسطيني على الدابح خلصتوا أنا من مثل ما يقولوا من إيدين هون على آخر لحظة ما ولا يوم ايام فكرت انه كتائبي او كذا الى من ولا بقبل ولا هيك تعلمنا بمدرسه الحكمه في ذلك الوقت كتائبي كتائبي وقومي سوري والباسي والشيوعي ونديم عبد الصمد وكلياتهم شايف كيف ما كانوا يتدخلوا بالانتماءات السياسيه وبالحريه التعبير ولا كانت مدرسه كانت مدرسه وطنيه مدرسه الحكمه حلو مدرسة الحكمة كانت مدرسة وطنية كل واحد له دينه يعني الله يعينه مثل ما يقولوا وبالتالي تروح وتتعاطى يعني هلا لما كان ابنك جاسم عم يلعب مع الرياضي ايه انا كنت مع الحكمة انت كنت مع الحكمة ايه طبعا ما كنت تشجعه يعني إلي مش أنت فاهم يعرفها شايف كيف إلي وقت كان هناك دائما أنا مع إلي ضد جاسم ضد جاسم بس هو إلي مش أنت وجاسم على المزرعة نروح يتصيد وسوي طبعا طبعا هيك ربيت الروح الرياضية أكيد وهي التربية هاي لا طائفية ولا مذهبية شو هالقصة بس بالسياسة يا أبو جاسم يعني صارت الشغلة بالقوة القناعات الحزبية ما إجت بهالطريقة يعني اللي عم تقول الوطنية عند الكل تقريبا القناعات السياسية صارت ربما إلغاء الآخر بالقوة ويا بك تمشي معي يا ضدي كل المطارح يعني ما شفنا هال نحن هاي بعد الحروبات بعد النتائج حرب الطائفية اللي حصلت بلبنان 75 ما تعالجت بشكل صحيح بإلغاء الطائفية يعني أنا وقت اللي سنة بال 2004 أنا ومروان فارس جارنا أخذنا جينا لعند نبي دولة الرئيس قلنا له يا دولة الرئيس بدنا البند إلغاء الطائفية السياسية أو إنشاء الهيئة العليا إلغاء الطائفية السياسية بدنا هي موجودة بالمركز بنعملها لا قال إيه رحت جبت 100 صوتين 100 توقيعين من مجلس النواب وقدمت له إياه
وقت اللي جينا بدنا نطرحها بمجلس النواب بيقول لي محمد مهدي شمس الدين ما قبل معي. وهي بقولها للتاريخ. جل الدين ما قبله. ايه. قلت له شو دخل محمد مهدي شمس الدين؟ محمد مش رئيس، ما انا عضو بمجلس الشيعة الاعلى، هو رئيسي كمان هناك يعني. قلت له شو دخل هاي بها؟ نحن بمجلس النواب. وهذا تأكيد على اتفاق الطائف يعني، اتفاق الطائف مش انا وانت عملتها يعني. قال ما في، ما في يمشي فيها. طلع ثاني يوم عملنا عبد الحميد بيضوني كان بعده الصبي تبعه عمل تصريح نشر العرض تبعنا وانتهى الموضوع. كل كذب بكذب ما يجري على الساحه اللبنانيه من كل، ولا استثني احدا يعني، اذا استثنيت بس حزب الله اللي عنده عقيده معينه بالمقاومه واتجاه باروتو رايحه هيك على الجنوب، شايف كيف؟ يعني بمعنى تاني للتحرير وضد الارهاب. ما عاد ماني شايف حد منهم انه كان بموقف. هيدي التقلبات نتيجه هذا الانتماء الطائفي والمذهبي. لانه كل واحد صار يدور على مصلحته، حتى بالزاروبي وقت الانتخابات، بالانتخابات البلديه. طيب ليه؟ لانه ما في تربيه وطنيه موحده عندنا في لبنان. وقت بصير في تربيه وطنيه موحده في لبنان كلياتنا بصير بنحكي على نفس الموجه. هلا بدها تضل الحرب هاي، كل شو رئيس جمهورية لازم يكون ماروني، ورئيس المجلس النواب شيعي وما اعرف شو، ورئيس الوزراء شو هالقصه. طيب دخلك وقت تيجي نديم الجسر رئيس الجمهوريه، شو منع يومتها؟ اللي منع انه الفرنسي دغري طحش وكسر له. ما بدهم هذه الظاهره ان تتم يعني، شايف كيف؟ امبارح ما كان في انه الزامي لازم يكون رئيس جمهورية ماروني، ما هيك؟ لا منو ماروني. مضبوط. طيب هذا عرف، مش بالدستور، عرف. مش عرف. تأكد بالاتفاق اللي عملناه بالسفارة الكويتية يوم قبل اتفاق الطائف، كان صباح يوم التوري. كان نبيه ووليد وانا و عبد الحميد عبد الرحيم مراد عبد الله سعادي كلياتهم كانوا يموتون. جاب لنا عبد الحليم خدامي وقال الان اتفاق الطائف لندرسه احنا قبل ما نفوت لهون. وهي مثبته علميا. وانا وجورج حاوي جاي عن انا جاي بالمجلس النواب يعني بالتعيين. انا جاي محل صبري حمادي وهو جاي محل منير ابو فاضل عن مقعد الارثوذكسي. اوكي. وكلياتهم اتفاق بينطرح بالقانون بالمشروع المقدم بالاتفاق الطائف. واللي حامل هذا المشروع دكتور من مصر معه القانون الدولي. هيدا اتفاق الطائف هناك معمول. كيف كيف؟ بقول له غير هيك يعني، بقول له بيكون كله كاذب كمان يعني. بارتفاق حاطين انه رؤساء الثلاثه، تثبيت الرؤساء على الطائفيه تبعته. ما اعترض من كل الحاضرين الا انا وجورج حاول. قلت له انا ما بقبل، انا حزب البعث في لبنان لا يقبل ان يكون التقسيم الطائفي بهالشكل هذا في لبنان، ولا نرجع لحرب جديده من اول جديد يعني. انا وقف معي جورج حاوي، بنقبل ما بتقبل. قال عبد الحليم خدير عمركم ما تقبلوا، مشوا فيهم وسقطوني الي ولجورج. جورج منعوه يجي محل منير ابو فاضل، وانا سقطت جابوا عبد الله الامين محل جابوا ميشيل مر يومتها محل منير ابو فاضل بالتعيين. هاي بنحكيها، عم نحكي لكم اياها، هاي جزء من التاريخ السيء والوسخ للحرب الاهليه اللي حصلت في لبنان، شايف كيف؟ واللي ما تعالج الحديث هلا، ما في معالجه، كلها تطحن كذا اللي عم يصير هلا. هيدي تهيئه لحرب جديده 2 و3 و4 بالاهليه في لبنان. بتلاقي كل شيء انت معتمد الطائفيه الاساس منه صحيح. مش
هذه الصيغة إلى زوال ولبنان إلى زوال إذا ظلت هذه الصيغة. ضيفنا لليلة كان سعادة النائب الأستاذ عاصم أنصو، موعدنا بتجدد كل أربعة الساعة 8:30 عبر تلفزيون لبنان، برنامج حلو كتير. كان معكم جابي حويك شادي مارون، تصبحوا على خير. حلو كتير كتير كتير، نسهر معكن ونسلي.